أدري، المسألة لم تعد ضد زيلينسكي بل ضد بوتين أيضا، المسألة لم تعد عملية خاطفة أيضا كما أشار الدكتور حسان، بل شاملة مكلفة ماديا عسكريا وسياسيا ضد بوتين. هل تبدأ موسكو بتقديم هذه المرونة والتنازلات؟ برأي الرئيس بوتين سيواصل تنفيذ الأهداف التي وضعت أمام الجيش في أوكرانيا ولن يتراجع. وقال بوتين أن العملية يمكن إيقافها، لا يمكن إيقاف العملية إلا بعد تحقيق كافة الأهداف. والآن الجيش الروسي يتقدم بالبطء ولكن بالنجاح. الجيش الروسي لا يزال يدمر البنية التحتية للجيش الأوكراني، وفي نفس الوقت لا يدمر البنية التحتية للمدن ولا تستهدف المدنيين. هذا فرق جدي. يعني الجيش الروسي يتصرف على غير ما تصرف الجيش الأمريكي في مدينة موصل العراقية وفي الراقة السورية. هذا الخلاف الجذري. وثانيا طبعا بوتين يوافق أن يجري المباحثات مع زيلينسكي ولكن على شروط موسكو. طبعا هذه شروط يعني استسلام بالنسبة لزيلينسكي. إذا وافق زيلينسكي على هذه الشروط يمكن إيقاف أعمال القتال والتوقيع الاتفاقية والانسحاب الجيش الروسي. ولكن أعتقد 100% أن الرئيس زيلينسكي وهو بالفعل الدمية الأمريكية لن يقوم بذلك، لأن الهدف هو آخر. هدفه استنزاف روسيا، هذا هو الهدف الأمريكي. أما رئيس زيلينسكي هو بالفعل هو الممثل الكوميدي الذي يلعب دور رئيس الجمهورية، وهو يلعب هذا الدور الآن. طبعا برأي الرئيس بوتين لن يتراجع ولن يتوقف. يمكن أن يدور الكلام في المباحثات